بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي القناة. مثل ما تعرفون الأوضاع بتركيا، يعني قوانين جديدة تصير بعد يوم ويوم. القانون الجديد أنه صدر من قبل كم يوم وراح يبدأ العمل اليوم به، اللي هو يوم 18 أكتوبر 2022، يعني اللي مثلا خاص بالمواقع التواصل الاجتماعي، مثلا اللي يسب الدولة، اللي يشهر مواضيع يعني خلينا نقول تسبب الانفلات او تحريض على شخص معين او تحريض على الدولة او نشر اخبار كاذبة، وخاصة الاخبار اللي تخص مثلا حاليا تعرفون شغلة الاقامات متوقفة، ويجيك واحد ينشر خبر يقول اللي يريد إقامة، اللي يريد كذا، أنا موجود أسوي لك إقامة وأسوي لك هذه الأمور كلها ممنوعة. ما يصير أنت تنشر خبر كاذب، ما يصير أنت تأجج موضوع معين، حتى التشهير بالسمعة. يعني شخص مثلا إحنا بالمعنى العام نقول عليه قفاص، أنت عندك حق يما أكو مركز الشرطة تقدر تشتكي، تقدر تراجع، لكن مال انت تجي وتشهر به عن طريق الفيسبوك او اي موقع وتقولهم هذا نصاب وهذا قفاص وهذا كذا. فعلى العموم هذا هو الموضوع. طبعا شبه كان قديم، يعني اللي مرة نوهت عليه بخصوص انه التشهير بالسمعة او تأذي شخص معين او شخص مأذيك، وانت تجي بالاخير تريد تسوي مثلا تشهير بسمعته، تلوث سمعته، حتى وان كان هذا الشخص مو زين، انت عندك اجراءات رسمية، عندك مركز شرطة تقدر تحلها بيناتكم. افضل هذا طبعا الحل يكون الافضل. هاي من ناحية. الناحية الثانية الاي دولات صار عندها هسه فد نقطة نزلوها بالاي دولات، تقدر عن طريق الاي دولات ما حد يستخدم الحساب مالك، يعني ما حد يستخدم الكملك العفو، رقم الكملك مالتك او الكملك مالتك تقدر توقفه، انه اي واحد يروح مثلا يفتح بيه خاط يسوي شركة ويحط اسمه كبير ورقم الكملك، هاي ما يقدر بعد يسويها، تقدر انت تقفله عن طريق الاي دولة. وطبعا الشرح راح انزل لكم اياه بالفيديو. بنفس الوقت تثبيت النفوس اكدت عليه اكثر من مرة، حاولوا انه تثبتون النفوس بالمكان اللي انتم قاعدين به، لانه هسه حاليا دا تصير لجنة دا يطلعون مثلا يشوفون مثلا انه انت ساكن بالمكان او مساكن، هو يعني حملات تصير. الاضبط انت تثبت نفوسك بصورة صحيحة. الشغلة الأخيرة إنه دورة الاندماج يا أخوان ضرورية، أكدت عليها أنا أكثر من مرة، دورة الاندماج ضرورية للي يريدون يجددون إقامة. المقيم اللي أنت موجود في تركيا سواء كانت إقامتك سياحية، عقارية، UN، إقامة إنسانية، ضروري ضروري ضروري. وبالنهاية الفيديو أي استفسار أنا حاضر، الرقم بالشاشة زائد الحساب التيك توك وبالوصف وبالتعليقات أرد عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هسه اول ما دخلنا احنا هذا موقع الاي دولة، طبعا شوفونه عندك هنا في شريط البحث، هذا في شريط البحث اللي هو احنا عندنا هنا مهم. انت تجي طبعا تكتب تريد باللغة الانجليزية او باللغة التركية، اذا عندك بالكيبورد باللغة التركية الافضل هو باللغة التركية تكتبها، او باللغة الانجليزية هي الاحرف الانجليزية تكتب هاي الكلمة اللي راح اخليكم ظاهرة على الشاشة، طبعا تخليها سمول وكابيتال نفس ما مكتوبة، لا تخالف بها، وتروح على اول خيار، تختار اول خيار بعد ما تكتب هاي الكلمة يتك هي اور تاك، تروح على اول خيار تضغط عليه راح تنفتح هاي الصفحة. طبعا هاي الصفحة اذا تريد تترجمها للعربي يعني مضمونها راح اترجم لكم اياها للعربي راح تبين، ولكن يمكنهم ازالة القيد باستخدام الافراد من ضمنهم كشركه او شريك سلطه تجاريه. يعني في حاله اذا انت حتى لو كنت شريك في شركه في محل معين ومستخدمين الكملك مالتك، تقدر انت عن طريق هاي الخدمه تروح تلغي الشراكه مالتك. فهاي الترجمه مالتها يتم تسجيل المعاملات التغيير بالمنطقه بشركه المؤسسات التجاريه، شركه قائمه في السجل التجاري، وهكذا تقدر تترجمها على اللغه العربيه. من تدخل هاي الصفحة تروح على تطبيق جديد، إذا باللغة التركية يعني إذا نريد نشوف بالأصل مكتوب يني بو شوفرو، يني بو شوفرو، وإذا بالعربية تطبيق جديد، تضغط عليها تطلع لك هذه الصفحة، تروح على
هنا عندك مربعات اثنين اختياريا تخلي عليها العلامة صح وتضغط دوام يعني استمرار، وترجع هاي الصفحة الأخيرة اللي هي توافق على الشروط أيضا تضع علامة صح بهذا المربع وتضغط الدوام، وبهالحالة يمكن لك هنا النجاح صار عندك، يعني أنت تم تقديم طلبك بنجاح. إذا تريد تترجمها إلى اللغة العربية يقول لك تم إكمال طلبك بنجاح، تم وضع قيود على رقم المعرف الخاص بك لإضافتك إلى أي شريك في شركة صاحب العمل وكشخص مرخص له في الشركة أو عمل. هذا هو الشرح أخواني الأعزاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.